من أجل الجمال فقط. يوم الأرض، الأرض الأم، الأرض الأصل، الأرض المهد. اليوم نلتقي ب، هو في الحقيقة مؤسسة وليس شخص، بعبد الله، الأستاذ عبد الله السعيدي الرجراجي، وهو كما قلت مؤسسة تبحث في الثقافة وتبحث في التنمية. نحن على موعد للمغامرة في متنه الذي يعتبر تاريخياً أو الموسوم بمرآة الدسائس في محنة الاستعمار المزالة بفضل الله وعبده محمد الخامس نصر رحمه الله. إذن ندعو الأستاذ عبد الله السعيدي الرجراجي ليحدثنا عن مقصديته، وعن، ونحن نعرف أن تأليف كتاب في التاريخ لا بد وأن يستدعي ويتطلب مجهودا جبارا، لأن جمع المادة وفي غياب المعلومة هو عمل شاق وجبار يستدعي التضحية بالوقت وبالمال وفي بعض الأحيان بالصحة وحتى بمراعاة العائلة. إذن فليتفضل مشكورا ليحدثنا عن متنه الذي نتشرف اليوم بمقاربته.